خلينا نعرف معلومات أكتر مع دكتور أحمد غريب، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الأولية بهيئة الرعاية الصحية. دكتور أحمد أهلا وسهلا بحضرتك، كل سنة وأنت طيب. صباح الخير يا أستاذ باسم، صباح الخير يا أستاذة منة، صباح الخير على حضرتك جميعا وعلى أهلينا كلهم. كل سنة وحضرتك طيب يا دكتور. وخليني في البداية أسأل حضرتك سؤال عام كده، ما الذي يعني أو بطريقة أخرى لطرح السؤال، ما هي القيمة المضافة التي تعطى إلى المواطنين من حصول ثلاث منشآت صحية ببورسعيد على الاعتماد طبقا للمعايير الدولية؟ تمام يا فندم. طيب خليني بداية أوجه التهنئة للسيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل باعتماد الثلاث منشآت، وحدة العرب ووحدة ال 5000 وحدة ومركز الدكتور محمد مشالي. وبرضه اوجه التهنئه والتحيه للجنود الحقيقيين حقيقي بفرق العمل داخل الوحدات والمراكز الحاصله على درجه الاعتماد حتى الان في محافظه بورسعيد. اللي انا عايز اقوله ان احنا المنشات اللي حصلت على الاعتماد طبقا للمعايير القوميه جهار لاحدث نسخه للمعايير المعترف بها دوليا من الجمعيه الدوليه لجوده الرعايه الصحيه الاسكوا، وده حقيقي يعني تحدي كبير لان يمكن النسخه الاخيره المحدثه يمكن بقى لها 9 شهور فقط، وحصول 28 منشأة من منشآت الرعاية الصحية بهيئة الرعاية الصحية حتى الآن على درجة الاعتماد، ده حقيقي إنجاز كبير جدا. حصول المنشآت دي على درجة الاعتماد، اللي أنا عايز أقوله إن المعايير بتضمن إن جميع الخدمات والإجراءات اللي بيتم تقديمها للمنتفعين خلال رحلة المنتفع داخل المنشآت الصحية بتتم على أعلى مستويات الجودة، واللي بينتج عنها مخرجات صحية طبقا للمواصفات القياسية الدولية، وده برضو بيتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030. هل المخرجات، أنا أسف يا دكتور بدون قطع حضرتك، هل المخرجات الصحية دي نفسها بيكون متفق عليها عالميا، أم أنه كل دولة ليها مخرجات صحية متوقعة أو مرتقبة بناء على وضعها وعلى حالتها؟ احنا عندنا هدف اسمى واكبر وهي رؤيه مصر 2030، ودي مبنيه اوريدي على الـ على الـ على التوجهات العالميه، وده السبب اللي بيخلينا دايما نقول ان احنا المعايير اللي بيتم اعتماد الوحدات والمراكز عليها هي اوريدي اخذه او معترف بها دوليا من الجمعيه الدوليه لجوده الرعايه الصحيه الاسكوا، فبالتالي احنا ماشيين على المواصفات القياسيه الدوليه اللي هي بتحقق لنا رؤيه مصر 2030، وفي نفس الوقت بتحقق جوده الخدمات طبقا للمؤشرات والقياسات الدوليه. طيب ايه هو المخطط يا دكتور احمد؟ يعني العدد المخطط ان هو يتم الوصول اليه فيما يتعلق بهذه المنشات الصحيه المعتمده اللي هي تاخد ان شاء الله الاعتماد الدولي ده. احنا دلوقتي في بورسعيد وصلنا ل 24 وحده ومركز معتمدين بالاضافه لاربع مستشفيات، واحنا بنستهدف 35 وحده ومركز بورسعيد ان شاء الله يتم اعتمادهم في الفتره القليله القادمه باذن الله. تمام. نعم. طيب. دكتور احمد الفتره الجايه ان شاء الله بنشتغل على ايه في المنظومه الصحيه؟ كيف يمكن ان نقدم الى المجتمع المصري مزيد من المنشات الصحيه المعتمده عالميا؟ في اقصر وقت ممكن طبعا. خليني اقول لحضرتك ان اعتماد الوحدات والمراكز اتباعا اللي احنا دايما بنعلن عنه هي خطوه جديده بتؤكد بها الهيئه العامه للرعايه الصحيه حرصها واصرارها على الوصول لاعلى مستويات الجوده في الرعايه الصحيه. تمام. طبقا للمواصفات القياسيه زي ما قلنا قبل كده. هي خطوه بالنسبه لنا، لكن احنا الاهم عندنا ان احنا بنحافظ على هذه الجوده، بل يمكن تحت توجيهات الدكتور رئيس الهيئه ان احنا دايما في عمليه تطوير وتحسين مستمر للخدمات، احنا مش بنقف عند مرحله، لا احنا بنستهدف ان احنا بصفه مستمره يكون في تطوير للخدمات اللي بتقدم للمنتفعين داخل منشات الرعايه الصحيه بالهيئه العامه. طيب بما ان حضرتك ذكرت ان هو هذه الخطه، برضو احنا بنتكلم على 2030 الخطه الصحيه لمصر، هل يعني اعتماد الجوده اللي حضرتك بنتكلم عليه دلوقتي هو خلينا نقول ضمن الشروط ان للانضمام لمنظومه التامين الصحي الشامل؟ بالظبط يا فندم، بالظبط، يعني من ضمن الشروط تقديم الخدمات في المنشات الصحيه بشكل عام انها تكون حاصله على درجه التسجيل او الاعتماد، وهي الدرجه الاعلى اللي احنا بنتكلم عنها النهارده. يبقى لازم المنشات تكون مسجله او معتمده طبقا للمعايير المعترف بها دوليا. جميل. ألف شكر لحضرتك دكتور أحمد غريب، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الأولية بهيئة الرعاية الصحية. شكرا لحضرتك.